هذه الرسالة ونزي الفهد العطوي من أمه، فأنا ودي أقولها بس في واحد أصر عليه، قال سلطان أنا اللي بقولها. فهد تستاهل بعد، تستاهل. يلا وجه رسالة لفهد العطوي. ايه كبتي، الله يرزقك السعادة أنت وأصحابك، والله يرزقك حتى يرضيك ويرضى عليك، والله إني تقدتك وفقدت حسك بالبيت، أوصيك بالصلاة والذكر. يا خلاص ذكر الله، الله يحقق حلمك ترجع لنا بالسلامة. هذا وجاس الحين، هذا ما أدري جاء ولا ما جاء، إن شاء الله ولا تشيل هم، حنا داعمينك ندعي لك صلاتنا، واستمر إبداعك يا حبيب أمك وفالك التوفيق. ما كفى هذا العطوي، شكرا لهم فهد، الله يوصلها بالسلامة لها. يا مرحبا يا أبو سامي.